اليوم بدك شيء ملحن او بدك شيء هيك القاء او كيف شكل بدك اياه؟ شو ما بتحب. لما الربيع اخضر يا عصفور، لما الربيع اخضر يا عصفور، الله، والزنبة اتعرى من تيابه، فليت وتركت القفص مكسور، والريح عم تصفر على بابه، ونسيت كم صار لي سنة بربيك، وبقول بعدك ما إلي عيشي، صرت من كتر اهتمامي فيك أعرف بجنحك كم في ريشي، وما كنت اسمح للنسيم يطير صوبك، ما كنت اسمح للنسيم يطير صوبك وعني تحجبك عينه، ما كنت اسمح للنسيم يطير صوبك وعني يحجب صداحك وكل شي في بالدنيا عصافير، ما بدلتن بريشي من جناحك. مساء الخير للشاعر جوزيف الهاشم زغلول الدمور، وهلا انضم لنا مشتركين حابين يسالوا للاستاذ روجي عساف كم سؤال. بتعرفنا عن حالك بليز؟ انا مس فخوري، بدي حابب اسال الاستاذ روجي عساف. اول شيء برحب بالاستاذ روجي عساف والشاعرنا الكبير جوزيف الهاشم. حابب اسال الاستاذ روجي عساف، هل فكر يوم من الايام يعمل عمل مشترك مع رحابنا؟ كان موضوع حديثنا نحن بالحلقه اليوم انه كان له تجربه مع مع الرحابنا الكبار، وكان كنت على اتصال بغسان رحباني بمسرحيته الاخيره هنيبال، اشتغلت فتره معه، وبعدين لانه بسبب سفري على باريس وعلى مصر ما قدرت، كان مطروح انه نشتغل سوا. إذا في أسئلة تانية كمان، أول شيء وين رايحين الشباب؟ وين كنتوا رايحين؟ وقفتكم ناهدة؟ وكنا رايحين على البيت. على البيت، أخرناكم هلا بنشغل بالهم أهلكم. كمان إذا بعد في شيء سؤال؟ عندك شيء سؤال حابب توجهه؟ حابب أسأل شعرنا. إيه. بدي أسأله كيف حصل وكيف إجتوا هالفكرة يعني، وحصل ونمى فكرة الزجل عنده، كيف بلشت معه وإمتى و هل في مناسبة يعني صارت فيها؟ والله لما كنت أنا كان عمري 9 سنوات، كنت بالمدرسة وكانت الموهبة يعني الشعرية موجودة، ترجع هذه لوراثية يعني، عملي ستي أم بي كانت أمية لا بتعرف تقرأ ولا تكتب بتقول زجل، وخيا يعتبر خالي يعني كما كان شاعر معروف، ما أنا طبعا ما بعرفه، والوالد كان صاحب صوت حلو. بالمدرسة دايما أنا يشتلوا علي الأساتذة، دايما أعمل مثلا فرد الإنشاء أو هذا، دايما أختم لهم ردي، أختصر لهم الموضوع كله بردة زجل. حلو. وأستاذي كان فيليب بستاني شاعر للدبية، تعرف أستاذ، دايما يشجعني، يجي يقول له البي بده يطلع ابنك شاعر كبير، يجي رئيس المدرسة يعترض يقول له هذا الأستاذ فيليب راح ينزع الصبي يطلع بلا علم. الحمد لله نجحنا بالتنين بالمدرسة وبالزجل يعني، نحبتت يعني وانا طفل يعني كان. نعم. ناهية بنرجع لعندك ولنشوف الشاب الثاني كمان يعرفنا عن حاله شو بيسأل. اكيد بتعرفنا عن حالك كيف؟ الاسم طلال عرب، وحابب اسأل الاستاذ جوزيف الهاشم، نحن على طول بنشوفه في لقاء على طول مع
ابو علي شعيب على نفس الطاوله. نعم. بيكون في منافسه قويه بالزجل اللي بيعملوه. بحب اسال انه هالمنافسه خلقت صداقه بيناتهم ولا المنافسه خلتهم انه بتمنعهم انهم يتلاقوا بغير حفلات الزجل اللي بيعملوها؟ المناسبه طبعا في صداقه بالاول، تعرفنا على بعضنا باحدى السهرات وانضمينا انضم للفرقه، وبعد قلنا 42 سنه انا وزين شعيب ابو علي على المسرح. المنافسه بتصير، اذا فيش منافسه ما فيش حلاوه يعني بالزجل. مره مثلا كان عم بيقول ردي ابو علي مشهور عنه بتعداد الزوجات. صحيح، كان ضيفنا بالحقيقه بحلقه من بعد فرق. نعم، وشفته بقول لي ردي على المسرح هيك بقول معروف عني ابو علي بالمقدره الشيخ اللي معنا وما رجعت فشخ الورا، بالمقبره لو كان الي ميت سنه دعست مره بتقيمني من المقبره. قلت له زين اللي عنه خبر الراوي وروى تزوج خمس نسوان بليالي الغوى، من المقبره دعست مره بتفيقه، كيف الخمس نسوان لو مرقوا سوا؟ حلو. وبلشنا نحوي يعني ابو علي بتقول انا وياه يعني احسن ثنائي يعني موجود بالزجل، يعني ما بنقدر ننفصل عن بعضنا ابدا، يعني جسمين فرد روح. وشاعر كبير ابو علي ومنقدره وكل الناس بيحترموه، معروف عنه عروس مسرح يعني. والحمد لله ماشي الحال يعني، والناس بيستغربوا اذا شافوا زين وحده او زغلول وحده، دائما 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 منسجمين بنسافر سوا، ما بنفترع بعضنا الا ما بتخلص حفلات يعني بس، وحفلاتنا متواصله. يعني انا عندي خي بالبرازيل له 40 سنه شايفه مرتين ثلاثه اجى على لبنان، بينما انه ابو علي 42 سنه انا وياه تقريبا ليليه، ما في خيان يعني بيعيشوا مع بعضهم مثل انا وزين شعيب. زغلول دمور، بدنا نخبرك شوي عن لعبه البرنامج عندنا بعد صار انه المشتركين اللي عم بيكونوا معنا من ليل بيروت. نعم. بدك تختار منهم واحد من يلي سالوا، فبقى مين بتختار من اثنين الشباب يلي ناطرين معنا هنا؟ في معنا رامز وفي معنا طلال. طلال يلي توجه لك بالسؤال اذا بتحب تستضيفه، ورامز توجه للاستاذ روجيه. بينوا المياه بدك نقي وعدادة لعبة البرنامج. الحقيقة استاذ روجيه كمان وقع بذات القصة من شوية وصدفنا كمان مشترك لعنا. ميشيل في معي هون كمان طلال حبيب يوجه سؤال لروجيه، للاستاذ روجيه عفاف. ما بعرف نشوف بركي بيختاروا بيسألوا من هون من الاستوديو. طيب طيب بخلي طلال معي اوكي وروجيه مع خيدا. لا بده يطلع واحد لعنا على الاستوديو. طلال يجي طلال. اوكي طلال. فاذا بانتظار وصول طلال على الاستوديو بنتابع حديثنا مع ضيوفنا، وبدنا نرحب ايضا بسؤال من ضيوفنا. بتحب اسال اول شيء مسيو روجيه، سؤال حشي شوي بس، بتحضرتك بتفضل الشقر ولا السمر؟ والله انا بغني للشقر كل حياتي. طب فينا نسمع شيء منك؟ مش معناتها ما بحبش السمر بس. فينا نسمع شيء منك هيك عفوي او ارتجالي هيك؟ للشقر او للسمر؟ انت حضرتك بتحب الشقر؟ ايه. للشقر؟ للسمر. لا بعد شوي للشقر. للسمر. عدر بغرامها كل ما جرى حي، القلب بيصير يلزم له جراحي، وإذا كانوا السمر مصدر جراحي الشقر بيريحوني من العذاب. هاي أوكازيون مهمة بقى. تفضل. بس أنا اللي بحبها سمرة، بدي حابب أسمع شيء منك للسمر يعني. يا أمرا. كيف كل السمر قاعدين معنا عم بدفقوا هلا، بطلوا فيها. لو يا أسمر ميل وتغندر عميلين، يا أسمر ميل وتغندر عميلين، تتجذب قلب محبوبك عميلين. طيب. حلو يا مطبق جفونك عميلين، الكحل بين الجفن والجفن داب. طلال بعد عندك شي طلبات كذا؟ ماشي كثير. أبدا أي خدمة. ماشي. على كل مجرد وصولك معنا على استوديو كمان سنحت لك فرصة أنه تربح جايزة معنا. على مين بتختار انه يسحب لك بالقرعة على الجائزة؟ نقي لك شي سمرة. بحب السمر. حلو. شي دموزيل حلوة ما بتفرق. ماري تفضلي. أقرب شي لدي. وسمرة كمان. بس هلا ما تخيب لك ظنك بالجائزة اللي شو رح تربح.
كانت كتير حفلات وكتير مهرجانات. اكيد في اغاني عم تتحضر وفي سفر وفي صارت الجاذبية اهم من الجمال. يعني كانوا كتير يعطيني خبرة بمجال الزجل والقصائد. شي مرة هيك جربت تستوحي كلمات زجل لتعملهم اغنية؟ لا ابدا ولا ماذا؟ ما خطرت على بالي هلا بفكر بعد ما انت قلت لي. ما كنت تتفقوا مع بعضكم عم نعملكم مشروع شغل؟ لا لا استاذ زغلول ديمور استاذ معروف وكبير يعني. خلي لي اياك يا رب. تسلم. بتتذوق هالنوع من الفن الزجل والغزل؟ شفتني هلا هو عم يغني الاستاذ كيف كنت انا طاير. بتقول شيء زجل؟ لا ما فينا نسمع منك هيك شيء. لا ما فيك تسمع. بس فيك تطربنا اكيد بشي اغنيه. اي اكيد طبعا ساعات اللي بدك. اوكي تفضل. بلحظات عينك لوح صدري من بري لا تطلبي حق الجريمه من بري ما اعتدت اتغزل وعمر منبري الا باوصاف العيون الفاتنه الله معاهم وان مكان احبابنا الله معاهم حلمك وعد ليك لحتى انغبت ارجع لك وعد ليك خديني خديني بعطفك وحلمك وعد ليك لحتى غبت ارجع لك وعد لك حلفت لك بجي وقلبي وعد لك وعد زغلول مش موعد غراب الله معاهم وان مكان احبابنا والله دمعات ورسوم الحبيب القلب احلى خطوط ورسوم يا قلبي غط بالدمعات ورسوم الحبيب القلب احلى خطوط ورسوم وإذا بدو كفالة حب ورسوم تقدم
نص عمري على حساها يا أحلى ليالي العمر ما الأحباب نوى أحلى العمر لكن ما شاب قلوبنا شاب العمر هلا زمان الحط شي بيها وشي بي بعد ما كنت أمله وشابي الزمان اللي كنت أمله وشابي الزمان الحط شي بيها وشي بي بعد ما كنت أمن له وشابي ورغم تشعيد سنيني وشايبي ما في عيش من دون الأحباب بسمة حبيبي يا ربيع الولدنا بسمة حبيبي حرمني حبك الجارف أنا من الليالي والقمر بكير غايا قلبي نحلي وعينيك جوز بابير لا قادر غط عليك ولا قادر طير قلبي نحلي وعينيك جوز بابير لا قادر غط عليك ولا قادر طير قاسي ونبلاته بتشيب الويل ترمي تسير بعبزاته وعن ظهر الخيل
الغازي قاسي ونبلاته بتجيب الويل ترمي السير بعبزاته عن ظهر الخيل ترمي السير بعبزاته عن ظهر الخيل الورد بذاته شافك بالليل بيغزلك من ورداته جوزة نانير لا قادر غط عليك ولا قادر طير ولا قادر غط عليك ولا قادر طير عودي وشوفي دمعاتي جوزين وفرد وزارع لك بجنيناتي من كل الورد وزارع لك الورد وزهر عليك مش مينا من كل الورد بالشتوية